أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية. ارتكب طيران العدوان الروسي مجزرة بجمعية الهادي في ريف حلب الغربي، راح ضحيتها 13 مدنيا، كما شن غارات أخرى على مدينة دارة عزة وبلدة قبتال الجبل، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرح آخرين. وطالت الغارات مدن عندان والباب وكفر حمراء وبلدتي بابيس وكفر بسين، كما فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدتي الزربة وخنطمان بالريف الجنوبي. شن تنظيم الدولة هجوما هو الأضخم في ريف الرقة الشمالي، استهدف فيه مواقع للميليشيا الكردية، كما سيطر على أحياء عدة بمدينة تل أبيض وبلدة سلوك، إضافة إلى قرية عين عروس الواقعة على مدخل تل أبيض. وتمكن التنظيم أيضا من بسط سيطرته على قرى أم البراميل والمسعودية وحمام تركمان والحمود. في إدلب سقط شهيدان وجرح 12 مدنيا في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، جراء غارات طيران العدوان الروسي على أحياء المدينة بالصواريخ الفراغية. إلى ذلك استهدفت قوات النظام وميليشياته محيط قرية الصواغية بقذائف الهاون من تجمعاتها في قرية الفوعة المحاصرة. وإلى حماة أغار طيران العدوان الروسي على أحياء بلدة حرب نفسة بريف حماة الجنوبي، بالتزامن مع اشتباكات بين الثوار وقوات النظام التي حاولت التقدم في المنطقة. وفي السياق أيضا قصفت قوات النظام بقذائف الدبابات والمدفعية قرية عقرب، كما طال القصف بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي دون أنباء عن إصابات. قصفت قوات النظام بالمدفعية وراجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينتي الحولة والرستن بريف حمص الشمالي، وقصفت قوات النظام بقذائف الهوان بلدة الدار الكبيرة، بينما ألقت المروحيات براميل متفجرة على قرية تيرماله. وفي خبرنا الأخير، سقط شهيدان وأصيب آخرون في محيط بلدة خان الشيح بالغوطة الغربية في ريف دمشق جراء قصف للطيران الحربي، كما سقط آخر في معظمية الشام برصاص قناص النظام. وفي الغوطة الشرقية قصفت مدفعية النظام منطقة حرست القنطرة ومرج السلطان، واستهدفت بلدة بالا بصواريخ أرض أرض. بالمقابل قتل 7 عناصر للنظام والميليشيات الداعمة إثر صد الثوار محاولة تقدمهم على جبهة المرج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.